كويس يعني انه يحصل، لكن من الناس عايزه كلمه فصل زي ما بنقول في هذا الموضوع، اللي عنده حته ذهب وشايلها للزمن، هل دي ينفع يبيعها في اي وقت وهما معوش الفاتوره بتاعتها؟ سيده اللواء احمد سليمان، مساء الخير يا فندم. خير على حضرتك وعلى حضرات الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. ممكن ترد لي على هذا السؤال الشعبي اللي موجود في كل شارع في كل حاره في مصر، اللي هو انا جايبه حته ذهب شايلها للزمن لما تزني ابيعها، هل انا كده بقت معايا حته صفيحه ومش هينفع ابيعها عشان ما معيش الفاتوره؟ طبعا الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه على الاطلاق. الله يبارك لك. وضح لنا بقى. طبعا الدوله بكل مؤسساتها حريصه على مكتسبات المواطن وعلى مدخراته، وزي ما حضرتك قلتي اللي بيحطها في كتير من الاحيان كجزء من ثقافتنا في الذهب. حرص الدوله على المكتسبات ديت ده دعا معالي الدكتور الوزير تنميه التجاره الداخليه الدكتور علي المصطلحي انه يوجه الى ميكنه وتطوير اسلوب الدمغ في مصلحه الدمغ والموازين لكي يكون يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ويمنع اي غش او تلاعب ممكن حدوثه في المشغولات الذهبيه. الدوله عايزه تضمن للمواطن ان الحاجه اللي في ايده حاجه مظبوطه، حاجه مطابقه للعيار، وقت ما يحب يبيعها هيبيعها بالقيمة الحقيقية بتاعتها من غير ما يتعرض لأي خسارة. الأسلوب أنا لازم أفرق بالحاجتين أساسيتين هنا. لازم نفرق بين موضوع البيع بالفاتورة أو من غير فاتورة وموضوع الدمغة بالليزر أو الدمغة بالأسلوب التقليدي بالقلم. طيب خلينا نقولها بشكل الناس تبقى فاهماه أكتر وأبسط. خلينا نقول هم اطلقوا عليه الذهب القديم اللي عندنا والذهب الجديد اللي هيبقى بالليزر يا دكتور احمد. هو ما فيش حاجه اسمها ذهب قديم وذهب جديد، الذهب هو ذهب والا ما كانش. يا فندم اقصد القديم القديم اللي هو مش بالليزر، اللي هو عليه الختمه او الدمغه القديمه اللي كلنا عارفينها. اسمحي لي نتكلم نقول دمغه تقليديه قديمه بالقلم ودمغه مطوره حديثه بالليزر. تمام. الدمغه هي الفرق، انما الذهب هو واحد. الفرق هنا في الدمغه. نعم. الدمغه الاسلوب القديم ده كان معتمد من نشاه المصلحه في ثمانينات القرن قبل الماضي ولحد دلوقتي، كان بيعتمد على ان الانسان بتكون المشغول او السميكه المصلحه بيتم تحليلها وتحديد عيارها ومن ثم دمغها او ترقيمها بالدمغه المطابقه للعيار. طبعا حصل مشاكل، بعض المشاكل نتيجه لان بعض ضعاف النفوس ابتدوا يتلاعبوا وابتدوا يحاولوا ان هم يتجاوزوا فلس العيارات وابتدوا يحاولوا يقلدوا، بعضهم حاول يقلد الدمغات بتاعه المصلحه. فده زي ما قلت لحضرتك، بس هو لما يا ست لواء احمد، هو مهما تلعب فيه، انت لما بتروح تبيع حته ذهب عند الجواهرجي او عند السايغ هو ليه مقاييسه تانية خالص. يعني هو أصلا بيعرف حتة الدهب دي حقيقية ولا مش حقيقية، بيعرف حتة الألمازة دي حقيقية ولا مش حقيقية. يعني أقصد أنا ممكن كمواطن يضحك عليا إن أنا أشتري، لكن لما أجي أبيع الناس بتسأل على فكرة البيع، هل في مشكلة في فكرة البيع القديم اللي هو الدهب اللي بالدمغة القديمة؟ لازم فاتورة؟ لازم فاتوره. اي دمغه، ما انا بقول لحضرتك اي دمغه تم دمغها جوه المصلحه دمغه قانونيه مطابقه للعيار دي ساريه ومعتمده ولن تلغى بالدمغه الجديده. اللي هيتلغي عند بدء تطبيق اسلوب الدمغ بالليزر هو الاسلوب القديم بالدمغ بالقلم، ولكن الحاجات اللي سبق دمغها دمغه قانونيه جوه المصلحه هي ساريه ومعتمده مش مطلوب لها اي اجراء اضافي. ولا اروح بقى اعملها بالليزر زي ما اتقال لي قبل كده، ولا اروح لا خالص خالص خالص، ده كلام في غايه الاهميه.
وده كلام من الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام موثق، ومعالي الوزير كان اعلن الكلام ده قبل كده في عده مناسبات واكد عليه، وطلع بيان رسمي من وزاره التموين بينفي هذه الشائعات وبيأكد على الكلام اللي انا بقوله لحضرتك دلوقتي. نعم، عشان نقول للناس كلمه فصل بس، لانه السوشيال ميديا وما ادراك ما السوشيال ميديا، طبعا ست لواء احمد في هذه المسائل بتحب تغيص في الهيصه يعني وتزيد في الزيت يعني افتعال ازمات ومحاوله يعني تأويل كلام على غير ما يحتمل وعلى غير معناه الحقيقي، دي حاجة يعني دي عدم أمانة من اللي بيعمل الكلام ده. صحيح، بس خلينا برضو نبقى موضوعيين ونقول إن هناك بعض التصريحات لبعض المسؤولين هي اللي بتلخبط الناس بالشكل ده، يعني بيدي الناس فرصة ده. معلش، هو كلمة مسؤولين يعني نحطها بين علامتين تنصيص كده. هو حضرتك، انا رئيس المصلحة، انا المسؤول عن عن الموضوع. ما انا عشان كده كان مهم اسال حضرتك بشكل مباشر. واللي فوق المنصب معالي الوزير، طبعا هو يعني اعلن، الدكتور علي المصلحي اعلن الموضوع بصراحة واعلنه بوضوح. مين مسؤولين تانيين هيتكلموا في الموضوع لهم موثوقية يتكلموا في الموضوع؟ يعني مش بالضرورة بقى دلوقتي بس. يعني المهم ان حضرتك وضحت للمواطن وهذا اللي يهمنا. يعني بشكرك ست لواء احمد سليمان، بشكرك. معلش انا بطالب بس الناس ما تسمعش اي كلام، نسمع الكلام من المصادر الرسمية المسؤولة والمختصة في الموضوع. ده حقيقة، ده حقيقة. بشكرك على كده. لحضرتك متشكرين.